طيب تخيل معايا ان انت شغال مع واحد، والواحد طلب منك تكتب له انت فانكشن، تبقى فانكشن كرييتور وتكتب له فانكشن. طب هو عايز يعمل ايه؟ هو عايز حاجه بسيطه، عايز بلاك بوكس. بالنسبه له هو عايز بلاك بوكس كده، يدخل له اكس ويدخل له واي، ماشي، والفانكشن بتاعتك بلاك بوكس اللي هو مش عايز يعرف انت عملتها ازاي ولا جواها ايه، هو عايز يستخدمها بس، بترجع له اكس تربيع بلس واي تربيع بلس اكس واي. هو بس عايز يدخل اكس ويدخل واي للبلاك بوكس بتاعك وتطلع له اكس تربيع بلس واي تربيع اكس واي. يعني هو عايز يعمل ايه؟ الفانكشن دي قال لك سميها لي بولي. هو برده حر في الاسم، اي اسم. هو عايز يعمل حاجه زي كده، هو عايز يجي هنا جوه المين بتاعته كيوزر. هو عايز يبقى هو يوزر، انت كرييتور دلوقتي وهو يوزر. هو عايز يجي جوه المين ويعمل حاجه زي كده، يقول مثلا float z equals poly 2 و4، وعايز الفانكشن دي ترجع له اكس تربيع الاكس ب 2، يعني يقصد كان دي هي الاكس ودي هي الواي، عايز ترجع له 2 تربيع بلس او 2 في 2 يعني بلس واي تربيع بلس اكس واي. هو عايز كده، ماشي، ده هو عايز ايه. طبعا تيجي هو لو جه هو يستخدم دي لوحده كده من غير ما انت تكتب له الفانكشن، ايه اللي هيحصل؟ يعني ايرور، هيقول لك الايدنتيفاير بولي از ان ديفايند. فانت لازم تكتب له انت الفانكشن ككرييتور عشان هو يبقى اليوزر بتاعها. طيب ازاي بكتب فانكشن عامه؟ قال لك الفانكشن ليها انبوتس وليها اوتبوتس. طيب بنعرفها ازاي؟ في زي سينتاكس كده لكتابه الفانكشنز. بكتب اسم الفانكشن بولي جوه الكود، بكتب اسم الفانكشن بولي، وبعدين بفتح قوسين كده، وجوه القوسين دول بكتب البارامترز بتاعتي. طب الفانكشن او الانبوتس بتاعتي، يعني البارامترز يعني انبوتس. طيب الانبوتس بتاعتي عندي كام انبوت؟ 2. طيب ولازم اعرف كل انبوت من الداتا تايب بتاعه ايه، ماشي. ممكن اخد فانكشن بتاخد انبوتس فلوتس بس، او بتاخد انتجرز بس، او بتاخد كاركترز بس، او بتاخد اريز بس لما ناخد الاريز وهكذا. طيب انا عايز رقمين، رقمين فلوتس، فهاخد رقمين، اول واحد فلوت اكس والثاني فلوت واي. يبقى انا هنا في الانبوتس بدي كل انبوت اسم، ماشي، اللي هو اكس وواي اللي هو مديهم لي هنا في البلاك بوكس، وهنا بكتب له الداتا تايب بتاع الاكس. الاكس ده هل هو رقم، هل هو كاركتر، هل هو اي حاجه ثانيه، ما نعرفش، لازم اكتب له الكلام ده، ماشي. طيب وبعدين كل فانكشن يا اما بترجع حاجه يا اما بترجعش. طيب لو بترجع رقم او بترجع كاركتر او بترجع حاجه ثانيه، لازم يكون الحاجه اللي بترجع من الفانكشن او لازم يكون الاوتبوت بتاع الفانكشن لو تايب، لو داتا تايب، ماشي، برضو انتجر او فلوت او كاركتر او ايا كان. طيب يبقى انا هنا دلوقتي لما لو الاكس والواي فلوتس، فالحسبه دي هتكون برضو فلوت، هكتب هنا فلوت. يبقى اذا اول جزء من الفانكشن ده بكتب ايه؟ الاوتبوت تايب، وده كده الفانكشن نيم، والنيم ده اختاره براحتي، سميه بوليا، سميه محمد، سميه ابراهيم، مش فارقه معايا، اكتبه بعض براحتي. هنا بكتب الانبوتس مهما كان عددهم، افصل بينهم بكوماز، وكل انبوت له داتا تايب. طيب يبقى انا عشان اعمل كده هكتب الكلام ده جوه الكود. هاجي هنا عندي جوه الكود، واجي هنا قبل الميم واقوم قايل له فلوت بولي انت اكس انت واي، ماشي، حلو. يبقى انا دلوقتي بحاول ابقى فانكشن كرييتور، ماشي. يعني الراجل اللي كتب الماث دوت اتش كتب السكوير روت جواها بشكل شبه ده، ماشي، بس ما قاليش ان هو كتبها كده، ان هو مش ان انا هو عارف ان انا مش مهتم اعرف هي شغاله ازاي. طيب حلو. ليه بكتبها قبل المين؟ عشان انا هستخدمها جوه المين، والسي بلس بلس بتمشي نوعا ما بالترتيب. فلو انت مش كاتب دي قبل المين هتيجي، لو انا كاتب شايف هنا الايرور ضاع، ان هو بقى عارف ان في حاجه اسمها بولي بتبقى فوق، لو خدت ده شلته تحت هيبقى كده، هلاقي ان هو يرجع تاني وما يبقاش عارف ايه البولي ده. يعني لو جيت اران دلوقتي، حران اهو، هديني ايرور يقول لي ايه؟ يقول لي بولي ايدنتيفاير نوت فاوند، مش عارف مين ده. طيب خلينا بعد كده هنتصرف في الكلام ده بعدين، بس خلينا الاول نحط الفانكشن فوق كده، خلاص كده جوه الفانكشن. طيب جوه البادي ده اسمه البادي بتاع الفانكشن، بكتب فيه الالجوريزم، بكتب فيه الفانكشن المفروض تحسب ايه. الفانكشن المفروض تاخد اكس وتاخد واي وتحسب اكس تربيع بلس واي تربيع بلس اكس واي. فهاجي هنا ومعرف فلوت كيو مثلا ايكوالز اكس تربيع اللي هي اكس في اكس بلس واي تربيع اللي هي واي في واي بلس اكس فوي، صح؟ طيب فكان الفانكشن الفاريبل ده جواه الحسبه اللي انا عايز احسبها. وبعدين عايز بقى اقول للفانكشن دي خلي الاوتبوت بتاعك، الاوتبوت اللي انت تطلعيه للي بيستخدمك في المين، اليوزر بتاعك في المين اللي هو صاحبك يعني،
يساوي كيو. طيب خلي الاوتبوت بتاعك يساوي كيو، الجمله دي بترجمها في البروجرامنج ريتيرن كيو. ريتيرن كيو يعني ايه؟ يعني خلي الاوتبوت بتاعك يساوي كيو. ونلاحظ حاجه، نلاحظ ان الفاريبل ده لازم يكون الداتا تايب بتاعه نفس الداتا تايب اللي مكتوب هنا في الفانكشن من فوق. الفانكشن دي مستنيه اوتبوت من نوع فلوت، يبقى انا لازم اخلي الفاريبل ده النوع بتاعه فلوت عشان لما اعمل ريتيرن كيو يكون نفس النوع بتاع اللي هو اللي الفانكشن متوقع ان هي ريتيرنه او اوتبوته يعني. وطبعا لازم برضو يكون الفاريبل ده اللي انا بستقبل بقى فيه الاوتبوت ده اللي هو بقول ان هو يساوي الفانكشن، فالفاريبل ده لازم يكون من نفس النوع، يبقى ده فلوت، لازم يكون ده فلوت لما اعمل له ريتيرن، ولازم يكون ده فلوت. ماشي. طبعا لو حطيت هنا انتجر هيشتغل بس هيرمي الجزء الفراكشن يعني، يعني هو ماشي قشطه هيشتغل، لو رقم هيشتغل، بس لو حطيت هنا كاركتر هيخرب بقى خالص. ماشي. لو حطيت مثلا هنا كاركتر وهنا بريتيرن كيو، لو عملت هنا كار مثلا كده بريتيرن الاوت بتاعه نوع كاركتر وهنا بريتيرن كيو، هتلاقي ان هو يبدا بقى يخرب خالص، ان هو بقيت انا برجع حاجه غير اللي انا كاتبها خالص، فلازم اخليها فلوت. طيب تعال نرن ده. انا متوقع ان الفانكشن دي بتتحسب لي 2 في 2 ب 4 بلس 16 20 بلس 8 فوت تبقى 28. المفروض لو جيت هنا قلت لك سي اوت زد، لو الفانكشن بتاعتي مظبوطه صاحبي اللي هو عايز يبقى فانكشن يوزر بس جوه المين محتاج يطبع له على الشاشه 28. لو طلع 28 هيقول لي انت كويس واديني ايه الفلوس اللي انا عايزها. خلاص يبقى انا كده طلع 28، يبقى انا فعلا عملت اللي صاحبي عايزه، كتبت الفانكشن صح، وهو دلوقتي بقى فانكشن يوزر صح. طيب ممكن اخد الفانكشن دي واحطها تحت المين لو انا عايز كده، بس لازم برضو اجي فوق واعمل حاجه اسمها الفانكشن بروتوتايب. بروتوتايب اللي هو بس بقول للكومبايلر بتاعي ان في حاجه اسمها كده، ان في فانكشن زي كده موجوده، بقول له بقى دور عليها في اخر الفايل. هعمل حاجه زي كده، هقول له فلوت بولي انت اكس انت واي، هناخد سيمي كولون من غير ما اكتب البادي. طيب في الحاله دي انا ما كتبتش البادي بتاع الفانكشن او الالجوريزم نفسه اللي هو ده يعني جوه المين جوه الفانكشن نفسها، انا بس عملت اعلان، عملت ديكلاريشن كده فوق بقول يا عم ايه في حاجه اسمها بولي، في فانكشن اسمها بولي موجوده عندك في الفايل دور عليها. انا عارف ان انت بتمشي بالترتيب، بس انت معلش تعالى نفسك شويه وما تمشيش بالترتيب قوي ودور على الفانكشن دي تحت المين. ساعتها هو هيلاقي دي هيقول خلاص ماشي انا عارف ان في فانكشن اسمها بولي تحت المين، هدور عليها ويدور عليها، وبالتالي لما اجي ران ده مش هيتضايق، هران دلوقتي هيطبع لي برده 28 خلاص. بينما لو شلت ده خالص، شلت الكلام ده، عملت له كومنت، ساعتها هو هيلاقي بولي دي مش هيعرف دي ايه، فهيديني ايرور يقول لي بولي ايدنتيفاير نوت فاوند. خلاص يبقى لازم يا اما اكتب الفانكشنز كلها قبل المين، يا اما اكتب الديكلاريشنز بتاعت الفانكشنز او اللي هو اللي بنسميه البروتوتايب ده، بنسميه بروتوتايب اللي هو مجرد اعلان بس ان في فانكشن بالاسم ده بتاخد البارامترز دي وبترترن حاجه من النوع ده قبل المين، فبعمل الاعلان ده فهو بقى يبدا يدور في بقيه الفايل لو عايز. طيب ليه ممكن حد يفكر يكتب اعلان كده، اعلانات الفانكشنز بتاعته قبل المين والفانكشنز نفسها تحت المين؟ السبب الاساسي هو تنظيم بس الكود. يعني لو انت عندك 10 فانكشنز ماشي، فبدل ما تكتب 10 فانكشنز كلهم قبل المين وتلاقي الدنيا زحمه كده، لا انت قبل المين تكتب اسامي الفانكشنز بس، يعني فانكشن واحد مثلا ومش عارف انت فانكشن 2 وهكذا، تقعد تكتب كل الفانكشنز دي بحيث ان اي حد يفتح الفايل بتاعك يعرف بس انت عندك ايه في الفايل، يعرف كل الفانكشنز اللي عندك، وبعد كده هو عايز يقراها يروح بقى يقراها تحت المين، فده مجرد بس تنظيم لشكل الكود. طبعا هنا هتلاقي في ايرور، هو بيقول لي ايه؟ بيقول لي الفانكشن ديفينيشن فور فان 1 از نوت فاوند. يعني دلوقتي بيقول لي ان انت عامل بروتوتايب لفانكشن بس مش عامل لها ديفينيشن، مش كاتب الكود بتاعها، فهو عايز ناجي تحت هنا مثلا واجي هنا اقول له ايه؟ اقول له انت فان 1 واكتب بقى اي حاجه ريتيرن مثلا ايه 5، فكده هيبدا يقول لي مش هيتضايق من دي، بس من ده لسه متضايق من فان 2 عشان فان 2 لسه الفانكشن ديفينيشن نوت فاوند وهكذا. خلاص يبقى كده ممكن احط الفانكشن فوق او تحت. حلو. حاجه اخيره، انا مش لازم احط هنا الارقام على طول، ممكن اجي اقول مثلا ايه انت اس مثلا ايكوالز 2 انت تي ايكوالز 4 واجي هنا احط اس وتي كده. بقول له ايه؟ بقول للفانكشن دي خلي الاكس بتاعتك تساوي الاس بتاعتي، خلي الاكس بتاعتك تساوي الاس بتاعتي اللي هي ب 2، شفت الاس ب 2، وخلي الواي بتاعتك تساوي التي بتاعتي. خلاص كده الواي بتاعت الفانكشن
ماشي بتساوي تي بتاعتي اللي انا بعتها لها من بره. يبقى اذا مش لازم يكون اسم الفاريبلز اللي انا ببعتها للفانكشن اكس وواي زي ما الفانكشن متعرفها، لا ماليش دعوه، ممكن احط اي اسامي انا عايزها، بس المهم يكون من نفس الداتا تايب اللي هي مستنياه، بحيث دلوقتي بقول لها خلي الاكس بتاعتك هي الاس بتاعتي، خلي الواي بتاعتك كفانكشن هي التي بتاعتي كفانكشن يوزر. تمام؟ فكده برده لو جيت ارن ده برده مش هيتضايق وهيطبع لي برده نفس ال 28. حلو حلو تمام.